لماذا مقاربة ديال النيابة العامة في الاعتقال وفي الدفع بالأحداث في المؤسسة السجنية؟ نقدم اليوم تقرير برومتر رقم 1 المتعلق بدراسة التي أنجزها المرصد المغربي حول إعادة إدماج الأحداث. هذا العمل الذي هو مدعوم من طرف الاتحاد الأوروبي وبتنسق كذلك مع المندوبية العامة، نتوخى من خلاله الوقوف على أهم البرامج التقويمية التي تساعد الحدث على إدماج داخل حاضرة المجتمع، باعتبار بأنه جنح الحدث يجب أن يقوم، يجب أن يؤطر، وبالتالي يجب أن نشبع حاجيته من خلال المناهج التربوية، من خلال المناهج الثقافية، من خلال المناهج التعليمية. إذن هذه مناسبة من أجل فتح نقاش جديد كذلك ما دامت المناقشة للقانون الجنائي وقانون المسار الجنائية حاليا تعرفون نقاشا عموميا. نتمنى أن تكون هذا اليوم الدراسي الذي يقدم فيه المرصد المغربي هذا العمل هي مناسبة لتعميق النقاش للوقوف على أهم معيقات التي لا يمكن أن تساعد الحدث في الرجوع إلى حاضرة المجتمع. هذه مناسبة للوقوف على هذه وضعية الأطفال في نزاع مع القانون التي تأويهم المؤسسات السجنية، خصوصا الخاصة باستقبال الأطفال القاصرين. إذن هذا اليوم نحن على موعد مع موضوع يشكل انشغالا كبيرا بالنسبة لنا في المرصد المغربي للسجون، وهو الإدماج وإعادة التأهيل. وفي هذا الإطار قمنا بدراسة تتعلق بالإدماج ديال هذه الفئة التي نعتبرها فئة هشة، وبعد هذه الدراسة وخلاصاتها انطلقنا في عمل آخر يهدف إلى قياس مدى التقدم في تنفيذ برامج الإصلاح وإعادة التأهيل. إذن نحن اليوم مع التقرير الأول الذي سنقدمه، ثم في مرحلة ثانية سنقدم تقريرا ثانيا، وثم في مرحلة ثالثة سنقدم تقريرا ثالث. هذه المعطيات الإحصائية ستقفون عندها ولديكم في ملخص الإحاطة الصحفية وأيضا في الكتاب الذي سنعرضه أمامكم. بالنسبة لهذا التقرير، هو مؤسس على تحليل أولا الإطار التشريعي والقانوني، أيضا هو ارتكز على بحث ميداني. هذا البحث الميداني في إطاره تم توجيه أسئلة أو استجواب المسؤولين على المؤسسات إصلاحية تأوي الأطفال القاصرين.